علشان نعرف اكتر عن المبادره خلونا نستقبل اتصال تليفوني من النائب طارق رضوان رئيس لجنه الشؤون الافريقيه بالبرلمان. برحب بيك يا سياده النائب، صباح الورد. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الورد سياده النائب. هروح مع حضرتك سريعا لان عارف ان تصريحات معالي الوزيره كانت في اللجنه عند حضراتكم واكيد ناقشتوا حاجات كتير من المبادره، ولكن اعتقد المبادره كمان بتخص العاملين المصريين الموجودين في قاره افريقيا. بالطبع يا فندم، هو امبارح كان اللقاء مع معالي الوزيره انطلاقا من المبادرات التي اطلقتها وزاره الهجره والمصريين بالخارج في خلال الثلاث اعوام الماضيه. كان هناك ايضا نقاش جرى مع معالي الوزيره خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، والحقيقه بدات هي تتحرك في اطار هذا النقاش في اعداد رؤيه للتحرك تجاه يعني التواصل مع المصريين في القارة الإفريقية، خاصة أن العودة إلى إفريقيا أصبح توجه دولة بداية من القيادة السياسية حتى المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، فكان لزاما علينا أن نتحرك سويا في اتجاه العودة مرة أخرى إلى إفريقيا من خلال التنقيب على الجواهر، أنا بسميهم جواهر مصرية موجودة. ويمكن كان امبارح معانا في اللجنة حاضرا مع معالي الوزيرة الدكتور كمال إبراهيم، هو أحد أكبر أطباء متخصصين في جراحات تشوهات العمود الفقري، هو مصري أمريكي، وخلال العامين الماضيين يمكن قام بالعديد من العمليات المتخصصة في تشوهات العمود الفقري في أثيوبيا. والملفت والمفاجئ لنا يعني تفاجأنا به بالأمس أن الدكتور إبراهيم مشهور يعني شهرة على نطاق واسع جدا في أثيوبيا، ولكن لا نعيب المصريين أو الناجحين في مجالاتهم في الخارج، ولكن نعيب أنفسنا في الأول، لأنه واجبنا أن نتواصل معهم وأن نبني معهم جسور تواصل مع القارة الإفريقية لكي نستطيع أن نقوم بصياغة رؤية وأهداف ومراحل تنفيذ هذه الرؤية في مختلف المجالات المتعددة. يمكن الرعاية الصحية كان هناك مبادرة من السيد رئيس الجمهورية وهي لعلاج فيروس سي، ولكن هناك أيضا ملفات صحية كبيرة جدا نستطيع أن ندلي بدلونا فيها فيما يتعلق بالرعاية الصحية في القارة الإفريقية. وأيضا هناك تحركات أيضا على مستوى وزارات وهيئات، سواء وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة الصناعة وكذلك الهيئة العامة للاستثمار.